اليوم احنا امام حدث تاريخي في غايه الاهميه، بدايه حلم الاهلي واستاد الاهلي والسلام. حدث مهم جدا، بس قبل ما نتكلم في تفاصيل كتير، قلنا امام حدث تاريخي زي ما كنا بنقول لازم نسمع رجل تاريخي، كاتب من كتاب التاريخ، اسم ارتبط بالفراعنه وبالاكتشافات. هيقول لنا اكتشافه النهارده، بس الاكتشاف النهارده من نوع مختلف، في صحبه التاريخ مع الدكتور زاهي حواس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول حقيقه انا بشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب انه شرفنا النهارده وشارك كل الاهلاويه في كل مكان بالاحتفال العظيم باستاد الاهلي. واشكر الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره انهم دايما بيضيفوا حاجه جميله بتفرحنا احنا كاهلاويه. انا النهارده جيت بلبس الاكتشافات اللي انا بعملها، لكن نسيت البرنيطه. قلت ما تنفعش البرنيطه تبقى موجوده في الشتاء في الدنيا ضلمه. لكن انا ليه جيت بلبس الاكتشافات؟ لان الحقيقه الواحد بيكتشف حاجات جميله في العالم الفراعنه بتهز الدنيا كلها. لكن النهارده الحقيقه انا بكتشف حاجه جميله، حاجه بتسعدنا كلنا، استاد الاهلي لاول مره بالجمال اللي انا شفته بالتكنولوجيا العظيمه دي كلها بتسعد مش الاهلاويه بس، لا كل المصريين، ان يبقى في عندنا استاد بهذه العظمه اللي بيوازي اي استاد انا شفته في اوروبا وامريكا. حقيقه في حاجتين انا دايما بيفرحوني وبيسعدوني، الحاجه الاولانيه ان انا مصري، والحاجه الثانيه ان انا اهلاوي. يعني الحقيقة أنا بقلبي مع الأهلي. ليه؟ الأهلي نادي المبادئ، نادي الأخلاق، نادي الوطنية، فيه كل الحاجات الجميلة اللي تخلي الواحد يبقى سعيد. أنا طول عمري كنت بشجع الكورة وطول عمري معجب بالكابتن محمود الخطيب، لكن أنا ما أعتقدش إن فيه ماتش في حياتي للأهلي سبته، ما بتفرجش عليه في البيت مع اصحاب، لا بتفرج في قهوه بلدي في المهندسين مع الناس. الاهلي لما يجيب جون بحس ان دي حاجه بتفرحنا كلنا. انا افتكر مره كنت بعمل محاضره في اسبانيا وكان حاضرها 1000 واحد، وكان في ماتش مهم جدا للاهلي. فيومها انا ما كنتش على بعضي، مش عارف اتكلم، خايف. ففي واحد مصري قلت له من فضلك لما الاهلي يجيب جون اكتب لي ورقه اقول الاهلي جاب جون. فالاهلي جاب جون ولقيته جاء قدام وكتب الاهلي جاب جون. قمت موقف المحاضره وقلت للاسبان حكايه عشقي للنادي الاهلي وليه انا بحب النادي الاهلي، واتكلمت عن النادي الاهلي لمده 5 دقائق. وكان حاضر في المحاضره دي نائب رئيس نادي ريال مدريد، فلقيت كل الاسبان بيسقفوا لان احنا امام نادي عظيم زي اعظم نادي موجود في اوروبا كلها. حقيقه انا مش عايز اتكلم كتير، لكن عايز اقول لكم ان انا فرحان. وانا اتكلمت في مئويه النادي الاهلي قبل كده مع الكابتن حسن حمدي وابراهيم المعلم، وقلت لهم ان انا في اكتشافاتي طلعت برديه مكتوبه بالهيروغليفيه. البرديه ترجمناها بتقول ايه؟ بتقول ان كل الفراعنه كانوا اهلاويه. وبعدين في بردية تانية طلعت من حوالي شهر مضاف عليها كلام الفراعنة حطوه وقالوا والأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الدنيا. وعشان الزملكاوية ما يزعلوش هقول إن الزملكاوية هم اللي بنوا الهرم الأكبر، فيبقى احنا متساويين مع بعض وبنحب بعض. أنا الحقيقة مش عارف اقول لكم سعادتي قد ايه ان انا شايف الحاجه العظيمه قدامي دي. وانا يعني بشكركم تاني مره تانيه وبقول لكم انتوا بتفرحونا دايما بالانتصارات الجميله العظيمه اللي مسجله في التاريخ. عشان كده انا بعتقد ان التاريخ هيسجل ان الاهلي عنده دلوقتي استاد عظيم
رائع فيه كل العظمة وكل التكنولوجيا. مرة تانية أشكركم وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا للدكتور زاهي حواس، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.